مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء إلى حلقة جديدة من استوديو الأبطال. وكما عودناكم لدينا اليوم العديد من المفاجآت الحلوة، نقل الأخبار وإفشاء الأسرار، تصرف غير جيد وهو ما يقع فيه الكثير من الناس وهم لا يحسبون النتيجة، كم من صداقات يا سعيد انتهت بنميمة، وكم من كلام تم نقله بسوء نية فسبب مشاكل لا تنتهي يا فاطمة. النميمة خلق سيء يقع فيه كثير من الناس. في حلقة اليوم سنتحدث عن النميمة وخطرها على المجتمع، وإيش هو الضرر اللي تتسبب فيه. وما زلنا معكم في بداية استوديو الأبطال، تابعونا لكن بعد هذا الفاصل. استوديو الأبطال. اليوم عندنا موهبة جدا رائعة تميزت بموهبتها، تميزت بإجادة لغة الإنجليزية وموهبة التقديم. خلونا نتعرف مع موهبتنا الحلوة ونتعرف بك يا حلوة. اسمي لجين عبد الحميد، عمري 12 سنة، أدرس في الصف الثامن في مدارس الأحقاف العالمية. ما شاء الله تبارك الله، أعطتك النبدة كاملة. طيب ما شاء الله، متى اكتشفت أنه عندك هذه الموهبة؟ طبعا في اللغة الإنجليزية أنا درست من صف أول لما كان عمري 6 سنين، فوقتها أجدت أني أقدر أتكلم وأتحدث وأكتب باللغة الإنجليزية. ما شاء الله، يعني كمان تكتبين قصص؟ إيش قصص؟ كل شيء يعني، تلاخيص، أي شيء يعني. خلاص 100% عندك الإنجليزي ما شاء الله، تعلمينا نحن. أنا فاطمة كيفك مع الإنجليزي؟ زيك. حلو التحشير. طيب حابين نشوف الموهبة عندك. طيب. شيء مقدمة مجهزتها؟ أيوة طبعاً، قبل كم أيام كان اليوم الذكرى السنوية للسلام، فحابة أتحدث عنها باللغة الإنجليزية. First of all, peace is a very important thing in our lives. Peace gives the human being a very sensible feeling, a good feeling that makes him doing the facing the challenges of this life. And as you know, this life have very big challenges and we should face it, but peace make this challenge easier for us so we can pass it. So peace, when you live in it, so you will change from bad to good. Thanks. ما شاء الله فهمت كثير اشياء نفس اللي فهمتي انا فهمت. طبعا يعني اقدر اشرح لكم بالعربي. اشرحينا واشرحي الجماهير كمان. المشاهدين اشرحي. السلام هو شيء مهم في حياة الإنسان، وطبعا في العالم في صراعات كثيرة تواجه الإنسان، فبالسلام يمكننا أن ننهي هذه الصراعات. السلام يجعل الإنسان يشعر بشعور جيد جدا، أو بالأشخاص اللي كانوا ما يحسون بالسلام، فلما يحسون بالسلام بيحصلون فرق شاسع، فرق كبير بين ما كانوا عليه يعني. ما شاء الله ما شاء الله، هذا يعني انت كتبتي. ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش كمان تبي تقدمي لنا من موهبة التقديم؟ عن ايش يعني؟ زي اللي انت تبغوا. ما شاء الله، انا اشوف من تقديمها باين انه هي ممارسة. انت ممارسة لك نشاطات؟ ايوه، يعني قدمت في معارض مدرسية كثيرة، منها معرض الاختراع عام 2016، معارض كثيرة ومهرجانات. اخر مهرجان لي كان طبعا سوينا حفلة في المدرسة في الهايبر، فانا كنت المقدمة. ف الكثير يعني وقتها كنت يعني المقدمة وكلهم حبوا ادائي جدا جدا جدا. احنا كمان حبينا، صح يا سعيد؟ اكيد حبينا، ما شاء الله تبارك الله. شكرا. طب أنا بسألك، مين اكتشف هذه الموهبة فيك يعني؟ طبعاً أنا يعني ما كنت أعرف أنه عندي موهبة التقديم، أما عن الإنجليزي فأنا تعلمته من نفسي. أما عن التقديم، المدرسة اختارتني أني أشارك لما كنت صغيرة جداً، يعني صف ثانية 6 سنين، اختاروني أني أروح أشارك في معرض الاختراع. طبعاً هذه أول مرة لي أني أشارك في المعارض، أتحدث باللغة الإنجليزية عن الليل والنهار. فوقتها كنت أنا البنت الوحيدة اللي أشارك، كلهم كانوا عيال، فكنت أشارك وأجذب الأشخاص اللي كانوا موجودين في المعرض، أغني لهم باللغة الإنجليزية، ثم لما يتجمعون وقتها أتحدث ما يعني الشيء اللي أنا بتحدث عليه. ما شاء الله، يعني مميزة من صغرك. سمعتي قالت شيء مميز، إنه تغني إيش بإنجليزي. طب نحن نبغى نسمع. فتحت نفسك. لا لازم نسمع، عطيني شيء بسيط. ده
تبغوا ايش يعني؟ يعني اقرب شيء، اقرب شيء لقلبك بالانجليزي. اغنيه بسيطه وقصيره يعني. I got my ticket for a long way round. Two bottle whiskey for the way. And I'm sure you like some sweet companies. And I'm leaving tomorrow will be said. When I'm gone, when I'm gone. You gonna miss me when I'm gone. You gonna miss me about my hair. You gonna miss me everywhere. Oh, you gonna miss me when I'm gone. شكرا. ما شاء الله تبارك الله. طيب تشرحي لنا ايش كلمات الاغنيه؟ هي اغنيه عن الفقدان، عن اللي يسافرون كذا يعني، في اشخاص حول العالم، اهل يمكن اب ام يعني يسافرون بلد اخر، ف تحس بشعور جدا. طب انت تحسي بهذا الشعور عندك فقدان احد شيء؟ لا، والدي كان طبعا في الغربه يعني. ما شاء الله. طيب انا عندي سؤال لك. طيب اذا انت حتقدمين ذا البرنامج، كيف حتقدمينه هذا البرنامج؟ تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اللي هو كذا كذا كذا. دائما نتميز يعني زي اللي انتم تكتبوا شوي يعني. ما شاء الله تبارك الله. لا صراحة واضح لك مستقبل، مبدع لك مستقبل جدا باهر بإذن الله إن شاء الله. شكرا. طب ما لما تطلعي على المسارح وتتكلمي وتقولي فن الإلقاء وزي كذا وتتكلمي، ما تجيك انتقادات سلبية؟ لا سلبية أبدا يعني، دائما يعني بالعكس يجيبوني انتقادات جدا إيجابية إن شاء الله دائما. أيوة يقولون دائما يحفزوني، حتى الأشخاص اللي ما أعرفهم فقط يحبون يحفزوني كأني يعرفوني كثير. لا ما شاء الله أصلا في ناس تستاهلين أصلا، في ناس أصلا من وجههم لما تشوفيهم على طول ترتاحين يعني، ما شاء الله كذا وجهك بشوش ما شاء الله. شكرا. طيب لا تخلي أحد يأثر فيكي، وحتى لو جاتك انتقادات وسلبيات اسمع من هنا وخرج من هنا، ولا تخلي شيء يأثر فيكي، وإن شاء الله نشوفك في أعلى المناصب بإذن الله. طيب قولي لنا في بداياتك مين اللي ساعدك، مين اللي مالك هذه الموهبة؟ طبعا الشكر الكثير يعني لأمي، هي اللي دائما كانت تحفزني ويعني حتى ساعدني كثير كثير كثير. بعدها مدرستي طبعا هي اللي علمتنا اللغة الإنجليزية، كيف أكتب وأقرأ. برضو معلماتي كثير منهم يحبوني يعني، فدائما يساعدوني في فن الإلقاء، خاصة معلمة اللغة العربية اللي في مدرستي هي دائما تدربني على فن الإلقاء. ما شاء الله تبارك الله. طيب لو جاتك فرصة تقدمين برنامج إيش حتوافقي ولا لا؟ في قناتنا أكيد. اصلا يعني اطمح اني اقدم ان شاء الله باذن الله، وحتجيك الفرصه دي باذن الله قريب باذن الله. طب ما في فكره في بالك كذا لما نقول لك برنامج، ايش في بالك؟ عندك كذا فكره شيء معين حابه تكون يعني، مثلا في برنامج كوميدي، برنامج سياسي جاد؟ ما احب السياسه كثير. فكاهي مع شوي ثقافي، هذا شيء افضل يعني للاطفال والكبار. زي برنامجنا نحن برضو بالضبط. طيب انت قلتي ما امك اللي كانت تدعمك صح؟ طيب مامتك لها شيء في المجال هذا في الاعلام والاذاعة؟ هي مش مذيعة، لكن هي كانت برضو هي صغيرة تطمح انها تكون مذيعة، لكن ما صارت مذيعة، فشافت انه الحلم هذا ابغى انا، فبدأت تساعدني. ان شاء الله انت تحققي له يعني، قاعد تكمل حلمها بيك. ما شاء الله تبارك، شايفة كيف الطموح. طيب حابين نسمع كمان شيء ثاني بالانجليزي زي اللي قلتي، في حاجه ثانيه على ذوقك اي شيء زي الخاطر اللي قلتها قبل شويه؟ يعني زي الشعر زي الشعر، رساله حابه توجهيها اي شيء؟ تمام. thanks for inviting me to this program. It was a very happy day to me. I'm too happy and there's two beautiful people in front of me. Also, I thanks Hadramaut TV because it's a give children this program which make them feel happy and just for children. Because most of the programs, you know, in the world is just for very big people or
very big people, and also, but this program is just for kids, making them happy. Also, we have, you have here games, stories, and very beautiful things. So thanks. ما شاء الله تبارك الله شفتي. إحنا كمان مرة مبسوطين فيكي ومرة استمتعنا وشاكرين إنك جيتي معانا وجادرنا نعطيهاش. جادرنا نعطيها الهدية. مبسوطة تأخذي معنا هدية مستعدة. شايفة اليوم معنا هدية، إيش تتوقع تكون الهدية؟ أي شيء، anything. دقيقة، هي من أول قاعدة تقول لنا أشياء بالإنجليزي، نبي نسمع شيء بالعربي قبل الهدية. أي شيء؟ بالعربي. أي شيء بالعربي. نفس اللي قلته بس بالعربي؟ لا، شيء ثاني. ولا الهدية؟ لا. أي شيء يعني. هي حابة. يلا. طبعاً أي، جيبوا لي فكرة. شعر حافظته، قصة تبي تلقيها. شعر قصيدة. مقطع من الرواية، أي شيء يعني أنت في بالك دحين. شيء من اللي قدمتي. موقف حصل لك، أعطينا موقف حصل لك. طيب موقف حصل لي، طبعاً في مواقف حصلت لي بس كانت السنة الماضية، إنه نقلت مدرستي، فالصف اللي كنت أدرس فيه كان كله عيال، فأنا كنت البنت الوحيدة. شيء شعور جداً صعب إنك هذا الغربة اللي تتكلم عنها. إنك تكوني فصل كله عيال، أكيد بتحسين شوي بانحراج من بعض الحركات اللي تسوينها، تجدين ساكتة مكانش، لا إنك تشاركين في الفصل. فدي السنة جاوا بنات، ففتحوا صف للبنات، فلما دخلت الحين هذا الصف شافوا المدرسين تغير كبير إني أشارك في الفصل، في الفصل يعني في الحصة، أتكلم فكاهية، يقولون نبغاك تجهين زي زمان ساكتة. لا لا، أنت عجبتنا وأنت كذا. رجعت للانتماء، فهمتي؟ طيب جاء دور نعطيك الهدية، تفضلي، إن شاء الله تنبسطي بالهدية. شكرا. طيب فاطمة، جاء دور إيش دحين بعد ما أعطيناها الهدية؟ نختم، بس أنا عندي فكرة الختامية، شاركيني فيها؟ نعم. طيب أنا هختم دحين مع المشاهدين، وأنت طلع المشاهدين واختمي بس باللغة الإنجليزية، تمام؟ نبدأ؟ طيب أعزائي المشاهدين، انتهت هذه الفقرة واستمتعنا كثير مع موهبتنا لجين. لسه معنا فقرات مرة كثيرة ومتنوعة، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. Ladies and gentlemen, we have many excitement today, but we have also a lot of programs, so wait for us, you'll be excited with us. Thank you.